رب المرة دي يا رب. ايه يا علا انت لسه ما جهزتيش؟ خلاص قربت يا ماما اهو. ارفعي شعرك. طيب بس دي ماما. نعم يا حبيبتي. تفتكري هتمشي المرة دي؟ يا رب. بس انا خلاص بقيت حاسه انه بيطلع لي في كل خرابه عفريت. انا بيجي لي كوابيس ان انا البنت الوحيده اللي لسه ما اتجوزتش يا ماما. بس انا حد كويس. انا ما بعملش حاجه وحشه في حد. صحيح ساعات بتريق على مدام سوندس بس هي غريبه. مرتين ثلاثه كده اتكلمت على نوها من وراها حاجه مش لذيذه قوي يعني. وساعات بفتن على حازم لما بيعمل حاجه غلط. ما هو بيعمل حاجه غلط اعمل له ايه؟ وساعات بطنشك لما بتقولي لي تعالي اغسلي المواعين بس انا قلبي ابيض يا ماما. انت عارفه انا قلبي ابيض قد كل ده وقلبك ابيض؟ لا يا حبيبتي ما تخافيش، مش لازم يكون فيك عيب ولا يكون ربنا بيخلص منك. يبقى اكيد العيب فيهم هم مش فيا انا. يبقى اكيد العيب فيكم انتوا يا ماما. ماما اعترفي يا ماما، عملتي ايه وانت صغيره؟ عملتي ايه خلى ربنا يطلعه فيا انا دلوقتي؟ انا ما عنديش اي استعداد ادفع ثمن اخطائك يا ماما. بقول لك اخطائي يا بت. اخطاء ايه؟ انت تعفيتي يا بت في دماغك؟ ها؟ بهزر بهزر معاك. يلا ده هزار ده؟ يلا مش غوري جهازي، خليني ازيحك بقى من على قلبي. يا ساتر والنبي يا رب يتأثر ايامها هي في البيت ده، يتأثر ايامي انا في الدنيا كلها. خلاص مش قادره استحملك قدامي اكتر من كده. طهقت طهقت يا ساتر. جديدة طهقت دي أول مرة تقولها. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. الدكتور عادل ابني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ماما اتفضلي اتفضلي. اهلا اهلا نورتونا. البيت منور باصحابه. ماما لخصي. شرفتنا يا فندم. ممكن العروسه لو سمحتي؟ نعم العروسه. احنا يا فندم جينا خلاص وحضرتك رحبتي. اهلا وسهلا. ممكن بقى تشوفينا العروسه؟ مفيش داعي لتضييع الوقت ده. يظهر حضرتك مستعجل قوي. ها العروسه يا طنط. حاضر يا اخوي حاضر. ده شكله حلو قوي وكمان لابس ابيض في ابيض كده. ناقص له بس كده منديل او ملايه يربطها في رقبته وحصان او حمار من عند عم مراد الكبابجي كده ويبقى شبه انور وجدي في امير الانتقام.